يا بني مروان، إني أريد أن أسير بسيرة عمر فأعينوني. قال لي عمر بن الوليد إن عمر كان يعيش حياة أخرى مليئة بالترف، وإنه يخزن الجوهر والدر في بيت لم يكن يدخله أحد سواه، فدخلنا وإذا به مفروش بالحصى وبه صندوق، ففتحنا وإذا به دراعة من شعر كان يصلي بها رحمه الله منقطعا عن الناس. كان يزيد بن عبد الملك قبل خلافته محبوبا في قريش بجميل مأخذه بنفسه وتواضعه وقصده، وكان الناس لا يشكون إذا صار إليه الأمر أن يسير بسيرة عمر لما ظهر منه، وكان يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة ويغشى مجالسهم ويحضر حلقاتهم ويتأدب بآدابهم ويصغي لكلامهم ويقبل توجيهاتهم ويأخذ العلم عنهم. بويع له بالخلافة بعد عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة 101 بعهد من أخيه سليمان بن عبد الملك على أن يكون الخليفة بعد عمر بن عبد العزيز، وسار يزيد بن عبد الملك في بداية حكمه بسيرة عمر بن عبد العزيز، إلا أنه لم يستطع المواصلة، فقال عنه الإمام الذهبي: كان يزيد لا يصلح للإمامة، مصروف الهمة إلى اللهو والغواني. وقال عنه ابن كثير: من الواضح أن درايته السياسية وكفاءته الإدارية لم تكن تؤهله لملء مكانه وقيادة الدولة أو تحقيق العظيم من المنجزات، فكان يزيد حاكما عاديا ليس سياسيا مقتدرا كمعاوية، أو إداريا ناجحا كعبد الملك، أو مصلحا كعمر، كما لم يكن مسيئا كابنه الوليد بن يزيد. ويمكن القول إن توليته الخلافة بعد عمر جعل المفارقة بينه وبين عمر واضحة وكبيرة وشاسعة، وأدى إلى عتامة صورته لدى جمهرة المسلمين. وشخصية يزيد بن عبد الملك لم تكن بمكانة عمر بن عبد العزيز وحماسته وحرصه على أن يسوس الناس بمنهج الله بلا محاباة ومساومة، كما لم يكن على منهج عمر في نظرته للخلافة على أنها تكليف لا تشريف، وأنها عمل لإسعاد غيره على حساب نفسه وأهله. ويدل على ذلك أن يزيد لم يطق أن يسير على نهج عمر أكثر من 40 يوما، كانت كافية إلى أن يعدل بعدها إلى نهج الملوك. وصورة يزيد بن عبد الملك في كتب التاريخ ليست بالصورة الناصعة، فبعض كتب التاريخ تذكر أنه خليفة لاهيا عن مصالح دولته، وكان لاهثا خلف جاريته، ولما ماتت هذه الجارية رفض أن يدفنها، وظل مقيما بجوارها حتى جيفت، ولما دفنوها عاد ينبشها من جديد. وقصة يزيد مع جاريته حبابة غدا إن شاء الله، سأذكرها لكم من كتاب الأغاني. ولكن كيف انتصر يزيد بن عبد الملك لفاطمة بنت الحسين؟ في ربيع الأول في عام 104 هجريا عزل يزيد بن عبد الملك عن إمرة الحرمين عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس، وكان سببه أنه خطب فاطمة بنت الحسين فامتنعت عن قبول ذلك، فألح عليها وتوعدها، فأرسلت إلى يزيد تشكوه إليه، فبعث إلى عبد الواحد بن عبد الله نائب الطائف فولاه المدينة، وأن يضرب عبد الرحمن بن الضحاك حتى يسمع صوته أمير المؤمنين وهو متكئ على فراشه بدمشق، وأن يأخذ منه 40,000 دينار. فلما بلغ ذلك عبد الرحمن ركب إلى دمشق واستجار بمسلمة بن عبد الملك، فدخل على أخيه وقال: إن لي حاجة. فقال: كل حاجة تقولها فهي لك إلا أن تكون ابن الضحاك. فقال: هو والله حاجتي. فقال: والله لا أقبلها ولا أعفو عنه. فرده إلى المدينة، فتسلمه عبد الواحد فضربه وأخذ ماله حتى تركه في جبة صوف، وبعد ذلك أبغضه الناس وذمه الشعراء، ثم كان هذا آخر أمره. لم تكن خلافة يزيد بن عبد الملك خلافة جيدة،
كخلافة مثلا الوليد أو عمر، ولم تكن خلافة منحطة بالجملة كخلافة يزيد بن الوليد، ولكن كانت خلافته على أشبه ما يكون يوم له ويوم لدولته. فمثلا في يوم يسوس الناس كعمر، وفي يوم آخر هو لاه عنهم تماما، فهو لم يكن بالبعيد المطلق عن إدارة دفة الحكم. فسنجده مثلا وراء بعض من الأحداث يعالجها ويوجهها ويخطط لها، ولكنه لم يعطي كل جهده ووقته واهتمامه لشؤون دولته كما كان يفعل سلفه عمر. ومع ذلك فقد حرص على بقاء دولته مهابة مصونة في الداخل والخارج، وإن كان قد اتخذ في سبيل تحقيق ذلك سياسات تخالف نهج سلفه عمر. ويبدو جلياً أن الخليفة يزيد لم يكن يملك الرؤية البعيدة، ولم يعمل وفق استراتيجية مرسومة، كما يظهر أنه لم يحط بظروف دولته بعد حركة الفتوح الكبرى التي تمت في عهد أسلافه، وأهمية استيعاب الدولة للمتغيرات التي تعيشها من جراء دخول أجناس ومذاهب مختلفة متباينة. كان على الدولة صهرها في جسم الأمة ونشر الدين الإسلامي بينه، وهذا ما لمسه عمر بن عبد العزيز وسعى إليه، إلا أن الخليفة يزيد لم يدرك ذلك، فعاد إلى سياسة من سبق عمر من خلفاء بني أمية، وذلك عن طريق العودة إلى تنشيط حركة الفتوح وضرب المعارضة بكل قوة وبلا رحمة ولا هوادة، وإهمال الإصلاح الداخلي وعدم الاهتمام بصهر القوى الجديدة في أمة الإسلام وتطبيق الأحكام الإسلامية عليهم. وللحق فإن سياسة يزيد وحده لم تكن وراء الوهن الذي أصاب دولة بني أمية، ولكنه بعدم إدراكه ما تحتاجه الدولة في تلك المرحلة من إصلاح وما تعيشه من متغيرات، استمر في سياسة أسلافه قبل عمر وأدار ظهره للكثير مما صنعه عمر وهيئه، فاستمر الوهن والضعف في عهده، وجرت بعض سياساته بالدولة نحو هاوية الانهيار. وإن كان هذا الوهن والتدهور لم يظهر جليا في زمنه، بل استطاع الإبقاء على حدود دولته مصونة وكيانها مهابا، فظل ينخر في جسم الدولة متوازيا حتى ظهر ذلك متأخرا فيما بعد في أواخر عصر هشام بن عبد الملك. ولكن جملة القول أن عهد يزيد هو المسمار الأول في نعش الدولة الأموية. حدثت في عهد يزيد بن عبد الملك مجموعة من الثورات، كان لكل منها ظروفها الخاصة وأسبابها المختلفة عن الأخرى، ولكن بعضها كاد أن يذهب بوحدة الأمة في عهد الخلافة الأموية. فمن هذه الثورات ثورة يزيد بن المهلب. فعندما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة خرج عليه يزيد بن المهلب وخلع بيعته واستولى على البصرة، فجهز يزيد بن عبد الملك لقتاله جيشا بقيادة أخيه مسلمة، فجمع يزيد بن المهلب جموعا كثيرة، والتقى الطرفان بالعقر من أرض بابل، ودارت بينهما معركة رهيبة دامت 8 أيام، قتل فيها يزيد بن المهلب وعدد من إخوته وخلق كثير من جيشه، وتفرق سائر جيشه وأهل بيته، فلحقوا وقتلوا بكل مكان، وكان ذلك في عام 102 هجريا. وأيضا من الحركات والثورات هي حركة شريم اليهودي، وهو يهودي سوري أعلن أنه المسيح المنتظر والمنقذ لليهود، وسير حملة لانتزاع فلسطين من المسلمين، فغادر يهود بابل وإسبانيا مواطنهم ليشتركوا في هذه المغامرة، إلا أن القائم بها أسر، وعرضه الخليفة يزيد بن عبد الملك على الناس على أنه مهرج دجال، ثم أمر به فقتل. ويغلب على الظن على هذه الحركة أنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ، فيبدو أنه قد تم اكتشاف أمر شريم وهو لا يزال يدعو إلى حركته ويعد نفسه للقيام بحملته، فأخمد هو وحملته في ليلة قاتمة. واليهود أجدروا الناس بإبرام المؤامرات وتدبير الدسائس في سرية تامة وتنظيم دقيق. المهم، أيضا من الحركات التي ظهرت في عهد يزيد هي حركة بلاي بالأندلس. ظهر بلاي كمناوئ للسيادة الإسلامية على إسبانيا في ولاية الحر بن عبد الرحمن على الأندلس، إذ أن أول من جمع فلول النصارى بالأندلس بعد غلبة العرب لهم شخص يدعى بلاي،
كان من أهل أشتوريش من جليقية، كان رهينة أيضا عن طاعة أهل بلده، فهرب من قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن في عام 98 هجريا، وخرج معه النصارى على نائب الحر بن عبد الرحمن، فطردوه وملكوا البلاد. ولما تولى السمح الأندلس أعد جيشه لخوض غمار الحروب، وتوجه إلى المناطق الشمالية من الأندلس، فحارب عصاة المسيحيين وهزمهم وأجبرهم على اللجوء إلى المعاقل الجبلية في الأسترياس، غير أن هزيمة المسلمين واستشهاد قائدهم السمح بن مالك كان ذلك في معركة طولوشة في بلاد الغال. كان ذلك قد أوجد الفرصة للمتمردين بقيادة بالاي من معاودة نشاطهم ضد المسلمين، ولكن عبد الرحمن الغافقي الذي ارتد بالجند بعد الانكسار في معركة طولوشة ارتد إلى الأندلس، فولاه أهلها أمرهم حتى قدوم الوالي الجديد، وتمكن الغافقي من إخماد بوادر الخروج التي ظهرت في الولايات الجبلية الشمالية، وأخذت حركة بالاي في ولاية عنبسة بن سحيم بعدا أكبر. ويعتبر بالاي منشئ حركة المقاومة النصرانية ومجدد دولة النصرانية في الأندلس، وأن نهوضه بها كان الحجر الأول في بنائها الجديد، وأن زمن عنبسة كان بدايتها عندما استجاب أهل جليقية لبالاي وعملوا على حرب المسلمين ومدافعتهم عن أرضهم، وإن كان نجاحهم قد تحقق بعد ذلك. واستمر بالاي في الكر والفر، واستفاد من انكسار المسلمين في بلاط الشهداء في عام 114 هجريا، واستفاد من اضطراب أمر الأندلس بفتنة أبي الخطار وحركات البربر في شمال إفريقيا، فاستطاع الوغد إخراج المسلمين من أشتريس، ولقد حاربه أهل القرى والأرياف التي بجانب هذه القرية، وكانوا جميعهم من المسلمين، ولكنه استطاع هزيمة المسلمين في هذه المعركة أيضا، إذ تشير المصادر إلى معركة تسمى لاكوفا دونغا، لقي المسلمون فيها هزيمة قاسية، واستطاع بالاي على أثرها إخراج المسلمين من جليقية كلها، وتنصر كل مذبذب في دينه. المهم، لقد كانت هذه الوقعة حاسمة، فقد مهدت لدولة أشتريس، فثبتت قواعدها على نحو لم يستطع المسلمون إزالتها بعد ذلك، وبذلك كانت حركة بالاي حادثا فاصلا في التاريخ الإسباني، إذ أنها كانت البداية الحقيقية لحركة المقاومة النصرانية ضد المسلمين. وأيضا من الحركات والثورات هي حركات الخوارج في عهد يزيد بن عبد الملك وحركة شوذب، فما إن تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة حتى تجددت حركة شوذب الخارجي، وتم القضاء عليه وعلى أصحابه على يد مسلمة بن عبد الملك. قضى عليه مسلمة أثناء سيره للقضاء على حركة ابن المهلب، فإنه لما دخل الكوفة شكى إليه أهلها شوذب وخوفهم منه، فجهز جيشا من 10,000 جعل قيادته لسعيد بن عمرو الحرشي، فدارت معركة طاحنة استطاع مسلمة على أثرها القضاء على شوذب وكل أصحابه.